نبدا مع حضراتكم اولى اخبارنا في حلقه النهارده. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امس انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الافريقي الاول صحه افريقيا، وقال سياده الرئيس كلمه هامه جدا خلال الفعاليات، واكد فيها انه القضاء على فيروس سي كان تحدي، وانه الدوله المصريه قدرت انها تتجاوز هذا التحدي. وقال سيادته كمان ربنا سبحانه وتعالى خلاني اساهم في اني انهي هذا المرض في مصر. خلينا نشوف جزء من كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. خلوني الأول أبدأ بأن أنا رحب بكل المشاركين وبالجهد الكبير اللي اتعمل حتى الآن في إخراج المؤتمر بالشكل ده، وأتمنى أن تحياتي واحترامي للدكتور هارفي تصل إليه. احنا تحدثت معه خلال جلوسنا سويا في الصالون، لكن انا يعني اسمح لي ان انا قدام الدنيا كلها اللي بتشوفنا دلوقتي، سواء اللي حاضرين هنا او اللي حتى اللي بيتفرجوا علينا، بقدم لك كل التحيه وكل التقدير وكل الاحترام وبشكرك. وعايز اقول لك ان انا اللي ليا عظيم الشرف ان انا التقيت بحضرتك هنا. أنا اللي ليا عظيم الشرف إن أنا شفتك. واسمح لي أقول لك تاني إن إحنا في مصر كنا، وأنا على المستوى الشخصي كنت شايف إن المرض ده مؤلم جدا وكنا بنعاني منه. وزي ما اتقال في الكلام اللي أنتوا قلتوه كله، إن لو في إرادة وفي أمل هيبقى في إنجاز. لو في إرادة وفي أمل هيبقى في إنجاز. وبالتالي لما كنت أقول يعني زمان يعني أقول يعني ما حدش قادر يجيب لنا يكتشف المرض ده الفيروس سي قبل ما يكتشف يعني، وأيضا علاج ليه، لقينا إن مجرد إن كانت النوايا كده، أنا بتكلم على مستوى الشخصي يعني، كان دايما ده هاجس، ودايما ده كان أمر بفكر فيه بعمق الحقيقة. فربنا سبحانه وتعالى خلاني أعيش وأشوف المرض ده وأشوف كمان علاجه، ومش بس كده، ويخليني أساهم مع أبناء بلدي هنا في أن أنا أنهي هذا المرض في مصر. فأنا عايز أقول إن العلماء الأجلاء اللي هم يمكن الناس ما بتعرفهمش حتى ما بتشوفهمش، لكن بتشوف أثرهم، الأمر ده أمر مقدر جدا على المستوى الإنساني والأخلاقي. إن بلد يبقى فيها يعني، ساعة لما عملنا الإجراء بتاع الفحص الشامل في مصر كنا بنتكلم على دولة فيها حوالي 90-95 مليون، النهاردة احنا 102-103 مليون 104. يعني أقصد أقول لما عملنا الفحص ده وأطلقناه على المستوى القومي هنا، ثم ربنا وفقنا أيضا، عشان بس بقول لأصدقائنا وأشقائنا في أفريقيا اللي موجودين معنا هنا، هو تتصوروا إن قلة الموارد ممكن تبقى عائق أمام تحقيق الأهداف. صحيح أي هدف يبقى محتاج يعني موازنات وأموال وحاجات كتير، لكن صدقوني ودي تجربتنا هنا. كمان اتكلم سيادة الرئيس امبارح عن قوائم الانتظار، وقال ان المبادرة اجرت 1,300,000 عملية كبرى بما فيها عمليات نقل الاعضاء، لان الدولة مش ممكن تخلي مريض يتألم في بيته. كمان اكد سيادة الرئيس على انه خلال العشر سنين اللي جاية هيكون في كل الشعب المصري تحت مظلة التأمين الطبي الشامل. مبادرة 100 مليون صحة اللي تكلموا عليها، مبادرة الفيروس سي اللي بنتكلم عليها، دي كلها استهداف لتحديات بعينها لما نتجاوزها تحطنا في حتة تانية خالص. وخليني أقول لكم القوائم الانتظار اللي اتكلموا عليها هنا، أنا مش بتكلم على علاج طبي عادي، أنا بتكلم على علاج طبي ضخم، بتكلم على عمليات جراحية كبرى في المخ والأعصاب والقلب والركب وكل ما تعنيها دي الكلمة. لما عرض الموضوع دوت قلنا لا، احنا هنستهدف
قوائم الانتظار ولن يكون في مصر قوائم انتظار. كان العدد اللي طرح ساعتها عدد ما كانش كتير. النهاردة بعد تقريبا 3-4 سنين وصل العدد اللي احنا حققناه. أنا أتصور إن في دول كتير أكثر تقدما وأكثر قدرة اقتصادية مننا ما قدرتش تعمل ده. احنا بنتكلم في 1.3 مليون عملية، عملية كبيرة. يعني العملية بتتكلف بين 100,000 و300,000 ويمكن 400,000 جنيه أحيانا وقد يزيد حسب، بما فيها نقل أعضاء، بما فيها نقل أعضاء. ونحن بنتكلم على 3 أسابيع قائمة انتظار. ولما كنت بكلم الدكتور خالد من 3 أيام بيقول لي 3 أسابيع، قلت له طب ما تقلله، قلله عن كده. فقال لي، قلت له احنا مش هنخلي أبدا مريض يتألم ويعاني في بيته ويبقى احنا قاعدين يعني نخلص. اي حد بيشتكي من عملية كبيرة نقدم له العلاج والعملية تتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن بعد طبعا إجراء الفحوص. انا عايز اقول لما استهدفنا العدد بتاع قائم الانتظار، انا بكلم زمايلي واشقائي اللي موجودين معانا واللي بيسمعوني من كل حتة، يمكن ما تقدرش تعمل تأمين طبي شامل كامل في دولة زي مصر في فترة زمنية قليلة. احنا مستهدفين ان التأمين الطبي الشامل في مصر ينتهي خلال 10 سنوات. بنتمنى كده وبنشتغل على كده. ولما طرح الأول عرض عليا في هذا الموضوع كانوا بيكلموا في عدد سنين أكتر من كده، كانوا بيكلموا في 15 و20 سنة. وأنا قلت لهم أنا ما أقدرش أبدا إن يعني نفضل نأجل تقديم خدمة طبية ذات شأن لمواطنينا بعد 20 سنة. طبعا في موارد وفي بنية أساسية طبية لازم تكون موجودة، لكن إحنا اشتغلنا وأطلقنا البرنامج وتحركنا فيه. بنتكلم في 5 محافظات دلوقتي، وبنقول ان احنا ان شاء الله في خلال المدة اللي احنا ألزمنا بها نفسنا الحكومة او اللي يعني من حتى يأتوا بعدنا ينفذوا هذه الخطة، خلال 10 سنوات نكون عملنا تأمين طبي شامل لكل المصريين. ايضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح اطلق مبادرة مصر لتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا للاشقاء في الدول الافريقية، وده بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي. وقال سيادته ان افريقيا تتمتع بنسبة 60-65% من سكانها شباب، علشان كده المستقبل في افريقيا. انا بقول ان احنا مش دولة يعني مواردها هائلة ولا حاجة، ولكن ما لدينا باخلاص متاح لكم كمشاركة، كتدريب، كتعليم، كعلاج، كنقل خبرات أو تبادل الخبرات. إحنا مش مستعدين نعمل ده وزيادة في كل المجالات، حتى في صناعة الدواء مع اللي هو اللي إحنا بنقول فيها إن في فرصة كبيرة. ويمكن زملائنا اتكلموا عن موضوع تصنيع اللقاحات، وهنا اسمحوا لي إن أنا بتواضع أعلن مبادرة يعني بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية، وأرجو أن ده يتم تنسيقه مع الاتحاد الأفريقي. وزي ما يعني النائب قال أن إذا كانت الأزمة عالمية فستبقى أفريقيا لوحدها، إذا كانت الأزمة عالمية فستكون أفريقيا لوحدها. يعني أفريقيا لديها موارد هائلة هائلة في كل شيء، بدءا من الموارد البشرية للموارد الأخرى اللي موجودة. عدد من طلاب الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية شاركوا في فعاليات ماراثون الدراجات اللي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للدراجات والتنمية المستدامة، ده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة. أظهر طلبة الكليات العسكرية خلال الماراثون ما يتمتعون به من مهارات رياضية وقدرة بدنية عالية مكنتهم من تحقيق عدد من المراكز المتقدمة. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكمان إشادة مدير الصحة العالمية بنجاح الدولة المصرية في مواجهة فيروس سي. أخبار تانية نعرفها في سياق هذا التقرير.
مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف تنفيذ بروتوكولات التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وده بشأن عدد من المشروعات والعمل على الانتهاء من تنفيذها في الجدول الزمني المحدد لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كمان امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي موقف تنفيذ مشروعات محاور الطرق الرئيسية والكباري على مستوى الجمهورية، وأكد أهمية التوافق والتنسيق بشأن مخططات الطرق والمحاور اللي بيتم تنفيذها من خلال عدد من الجهات على مستوى الجمهورية علشان تحقق هذه الطرق والمحاور أهدافها التنموية. امبارح بدأ المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة زيارة ترويجية لدولة قطر، وعقد لقاءات مع عدد من صناع القرار الاستثماري وممثلي مجتمع الأعمال بقطر لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية وعقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال المصري. كمان امبارح الدكتور تيودورس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية قال إن الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات في ملف مواجهة التهاب الكبد الوبائي والقضاء على فيروس سي. أما بالنسبة لجولة المحافظات فمعنا مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، واللي منها توريد 22 ألف طن قمح بنسبة 66.8% للشوان والصوامع في الأقصر، بالإضافة إلى انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة حقك تنظمي، وأخبار تانية من الوادي الجديد وشمال سيناء وكمان من مطروح. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح، البداية من الوادي الجديد اللي تم فيها إعلان مدينة الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ، وده بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، وكمان تم إطلاق حملة لزراعة 1000 شجرة بجامعة الوادي الجديد. في الأقصر أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين إنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح حتى الآن أكثر من 22 ألف طن بنسبة 66% من السعة التخزينية بالمحافظة، وقال إن المديرية بتواصل العمل في موسم توريد القمح اللي بدأ من أول إبريل وهينتهي في آخر أغسطس 2022. في شمال سيناء أعلن مجلس مدينة العريش عن توفير فرص عمل للشباب على شاطئ العريش، وقال أسامة عفش رئيس مدينة العريش إنه في إطار حرص الدولة على الشباب والاهتمام بفتح منافذ للعمل للمساهمة في رفع المستوى المعيشي، تم فتح باب تلقي طلبات المخيمات على كورنيش العريش البحري، وده لإصدار تصريح العمل واللي هيستمر لحد نص شهر سبتمبر. في مطروح سلم المحافظ اللواء خالد شعيب الدفعة الأولى من الدعم المالي ل 31 نادي رياضي بأقسام الدوري الثاني والثالث والرابع. الدعم ده مقدم من وزارة الشباب والرياضة بمبلغ 1,032,000 جنيه. وفي الفيوم تم إطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة حقك تنظمي بالمركز الطبي الحضري، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية.